السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أثر الله وابن أثاره والوتر المغفور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجليت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم ورزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله المؤيدين لهم بالتمكين من قتالكم، بارك الله وإليكم منهم يا إبن يا أبا عبد الله إني سرور إذا سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، فلعن الله على زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية فاطمة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله ابن سعد، ولعن الله الشمراء، ولعن الله امه اسرجت والجمت وتنقذت بقتالك، بان انت امي لقد عظم مصابيبي، فاسال الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وديا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قامت لك ونصب لك الحق، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، بريت إلى الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالكم.
أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ساري مع إمام هدى طاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبة مصيبة مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه واله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه واله اللهم لعن ابا سفيان ومعاويه ويزيد ابن معاويه عليهم لعنته ابدا وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم ضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيامي حياتي بالبراءة منه واللعنة عليه وبالموالاة النبي وآل النبي عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم غير حق محمد وآل محمد وأقصى بأنه على ذلك اللهم لعن الأصابة المسيحية هدف الحمد لله على عظيم رزيتي
اللهم ارزقني شفاعة حسين يوم الورود، وذكر لي من نصر من كتب عن حسين واصحاب الحسين الذين بذلوا ما جهدنا الحسين عليه السلام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. العيب الحوراء زينب ارفع بكم عنها لكم يا الله. العيب الحسين اقضي حوائجنا شاف مرضانا امنا في اوطاننا يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله مع الحلق. اللهم عجل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسبق الصلاه على محمد وال محمد باعلى اعلى الاصوات.